خلينا نروح نشوف يعني تقرير صوتي عن حكاية قميص الأهلي ونرجع مرة تانية. قميص النادي الأهلي أشاهد الأول على تاريخ عظيم سطرته أجيال متعاقبة رفعت الكؤوس والدروع والبطولات لأكثر من 100 عام ارتدته أساطير صنعت أمجاداً لا تنساها الجماهير بدءاً من حسين حجازي مروراً بمختار التتش المايسترو صالح سليم وزير الدفاع حسن حمدي الأسطورة محمود الخطيب حتى جيل الألفية الجديدة الذي ما زال يسطر تاريخ الأمجاد. مر قميص النادي الأهلي بتطورات على مدار تاريخ النادي منذ تأسيس أول فريق لكرة القدم وكان عام 1911 وحتى يومنا هذا استمد عظمته وقيمته من قيمة شعار النادي الأهلي باللون الأحمر المميز الذي عاشقته عيون الجماهير. أصبح قميص الأهلي هو الأول صاحب الريادة في ظهور الرعاة عليه عام 1978 ومن ثم تهافتت عليه الشركات العالمية من أكبر الأسماء لتصميمه. بالعودة إلى التاريخ نجد أن شركة إمبرو التي تعاقد معها الأهلي مؤخرا لتصميم القميص ظهرت للمرة الأولى مع القلعة الحمراء عام 1978 ثم تعاقبت الشركات العالمية حتى عادت إمبرو مجدداً عام 1993 لتأتي مجدداً الآن لتكتب تاريخاً جديداً مع الأهلي. الشراكة بين الأهلي وإمبرو في الوقت الحالي هو تجسيد لعراقة القلعة الحمراء مع تطور كبير في اقتصاديات كرة القدم وفي عهد أصبح فيه قميص النادي الأهلي جزءاً من عقود رعاية وصلت قيمتها إلى 1,000,000 جنيه. الأهلي الليلة يأخذكم في حلقة خاصة عن تاريخ قميص الأهلي الشاهد على الأمجاد وكتابة التاريخ.